هنختم فقرة الانترو بتاعتنا النهاردة بتقرير محمد الصادق الأرشيفجي اللي ورث المهنة أبا عن جد، قضى عمره بين الورق بيوثق لتاريخ مصر حتى أصبح لديه توثيق كامل لتاريخ 100 عام في مصر. الحقيقة هنروح نشوف التقرير مع بعض، إيه أهم المواضيع الفنية والرياضية اللي تصدرت منشطات الصحافة المصرية خلال السنوات اللي فاتت، وليه كانت سبب اهتمام المصريين في الفترات دي. وبعد التقرير مباشرة إن شاء الله هنستقبل ضيوفنا في فقرة الحرف اليدوية طبعا، والمؤتمر أو المعرض الكبير اللي تم افتتاحه من قبل السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. عشقه المعرفة وولعه القراءة والاحتفاظ بالتراث الصحفي القديم، إنه محمد صادق وشهرته الأرشيفجي مواليد ثورة التصحيح. بدأنا في تجارة الكتب، خدت مهنتي أبا عن جد، دي مهنة ورسالة مش مهنة بس. والدي علمني إزاي أجمع الكتاب وأجمع القصة وأجمع الصورة وأجمع الجرنون، وجدي علم والدي، وهي رسالة متكاملة بنسلم الراية لكل اللي جاي. أنا بحاول ابني برضو يكون كده. حينما تجالسه لتسأله عن حال السينما قديما، تتفاجأ بأنك أمام آلة زمنية تسرد الحدث الفني بالجريدة والأفيش الذي يحكي قصة كل فيلم. فكنت ما اشتغلت بحاجات السينما بقى، ما بين جورنال ومجلة وصورة فوتوغرافية وأفيش سينما، بتجمع كل حاجة. الله، أنا عايز أشوف السنة دي من زمان كانت إيه؟ مين نجيب الريحاني؟ مين آسيا داغر؟ مين عبد الوهاب في الأفلام؟ مين رجاء عبده؟ ها؟ مين الفرق؟ أصل السينما كانت فرق وها وصور، فكنا زمان نجيب الجرايد القديمة يجيب لك صورة كبيرة في الآخر، غير أين تذهب هذا المساء يقول لك أخبار السينما والمسرح. الأرشيفجي لم يكتفي بالحديث عن تاريخ الفن والسينما فقط، بل فتح قلبه وعاد بذاكرته إلى ستينات القرن الماضي ليتحدث عن كيف كانت الجريدة الرياضية ومدى قوتها. في الخمسينات والستينات بدأ حصل طفرة رياضية كبيرة قوي، بدأت كل جورنال ينزل ملحق رياضي معاه، وكان في الجمهورية بينزل ملحق من 10 صفحات كل حاجة عن الرياضة. ولما قامت دورة طوكيو في 1964 أصبحت أغلب الجرايد والمجلات بتنزل ملاحق لكل حاجة عن الرياضة المصرية، فكان في مجالات تنزل رياضيه متخصصه، حاجه اسمها الرياضي والرياضه وحضرتك ازاي واخبار الرياضه وتاريخ الرياضي والرياضه والشباب. كان في مجالات كتير قوي، اكثر من 15 جورنال ومجله بيجيبوا عن الرياضه بس بشكل بسيط. ما يمتلكه الارشيفجي من تراث صحفي يجعلنا في شوق لاقامه متحف خاص بكل هذه الوثائق التاريخيه، حتى يمكن للاجيال القادمه الاطلاع عليها ومعرفه كيف كانت مصر المحروسه قديما. أحمد عبد الستار، برنامج العيلة.